باشرت الصين الخميس التجارب السريرية على عقار جديد مضاد للفيروسات، سيشمل 750 مريضاً يتوزعون على المستشفيات في مدينة ووهان التي انطلق منها فيروس كورونا المستجد. وأفادت مصادر رسمية بأن الدواء أظهر نجاعة في مواجهة فيروس سارس وكورونا المعروف بمتلازمة الشرق الأوسط، لكن خبراء أعلنوا أن عليهم انتظار نتائجه الفعلية في التجارب السريرية. أما خارج الصين فنجح أطباء تايلانديون في علاج حالات عدة من خلال مجموعة من الأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة في علاج الإنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية. واللافت توافر العلاج لكورونا، حيث كشف أخيرا عن براءة اختراع أمريكية لهذا الفيروس الذي سجل عام 2018، وتدخلت شركات الأدوية العملاقة لجني مليارات الدولارات سنويا عبر ابتكار اللقاحات. غير أن المراوغة الأمريكية في حجب اللقاح مرحليا تهدف إلى تقليص سكان العالم بنسبة الثلثين وجني مليارات الدولارات عبر تهافت دول العالم على شراء الدواء. تزامنا أعلنت منظمة الصحة العالمية حاجتها إلى مئات الملايين من الدولارات لاختبار لقاحات عدة ضد كورونا، لافتة إلى وجود 400 إصابة بالفيروس خارج الصين. في غضون ذلك قفز عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم هوبي مركز تفشي المرض إلى أكثر من الثلث يوم الأربعاء، ليصل إلى 48,206 أشخاص. ولفتت لجنة الصحة الوطنية الصينية إلى رصد 14,840 حالة إصابة جديدة في هوبي، فيما ارتفع عدد الوفيات في الإقليم بواقع 242 ليصل إلى 1,310 بحلول نهاية الأربعاء. وبحسب البيانات الرسمية فقد سجل شفاء 3,441 شخصا، بينما لا يزال أكثر من 1,000 يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 5,647 حالة خطرة. وفي سياق متصل أعلن وزير الصحة الياباني أن امرأة في الثمانينيات من عمرها أصبحت أول مصاب بفيروس كورونا المستجد يتوفى في اليابان، فيما ارتفع عدد المصابين على متن سفينة سياحية خاضعة للحجر الصحي قبالة يوكوهاما إلى 174. وسجلت السلطات البريطانية أول حالة إصابة بفيروس كورونا جديد في العاصمة لندن، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 9. وارتفع عدد المصابين في الولايات المتحدة إلى 13. وأعلنت إيطاليا اكتشاف أول حالتين مصابة بالفيروس، وكان ما يزيد على 15 دولة قد أعلنت اكتشاف حالات مصابة بالفيروس المميت.